قام سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بزيارة تفقدية إلى مدينة سلمان بحضور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة والمهندس سامي عبد الله بوهزاع الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية وعدد من المسؤولين والمهندسين المختصين بالموقع، وذلك في إطار متابعة خطط ومستجدات ملف توفير الخدمة العامة والبنية التحتية في المدن الجديدة. زيارة تفقدية نوعية قام بها المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان على كافة المرافق التي تضمها مدينة سلمان للإطلاع عن كثب على خطة تنفيذ المخططات النهائية للخدمات والبنى التحتية في المدينة، حيث تسعى الوزارة إلى توفير كافة الخدمات والمرافق العامة فيها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. طبعا بكل تأكيد مدن البحرين الجديدة تحظى باهتمام كبير وخاص من قبل القيادة الحكيمة. هذه المدن بالنسبة لنا احنا في وزارة الإسكان تعتبر ركيزة العمل في المرحلة الحالية. زيارتنا اليوم لمدينة سلمان تأتي تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. التوجيهات هذه تأكد على أهمية توفير البنى التحتية والخدمات للمواطنين في مختلف المدن الجديدة وبالسرعة الممكنة لأجل أن تكتمل الخدمات وتكون متاحة للمواطنين. وشهدت الزيارة تفقد وزير الإسكان لاستعدادات الوزارة لطرح حزم جديدة من المشاريع في إطار جهود العمل على توفير 25 ألف وحدة سكنية مدرجة في برنامج الحكومة والمستقى من الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المدينة. بكل تأكيد البنية التحتية هي عنصر مهم حقيقة في استكمال كل مشاريع ولا سيما مشاريع المدن، فحرصنا حقيقة نحن في وزارة الإسكان أن بالإضافة إلى المساكن اللي أنجزناها وسلمناها المواطنين، أيضا حرصت الوزارة أن تقطع شوط في بناء وتأسيس البنية التحتية لما يعادل تقريبا أكثر من 70% من مدينة سلمان. وطبعا هذا التوجه حقيقة يأتي لكي يسارع من أو يعطي وزارة الإسكان قدرة على تنفيذ الوحدات السكنية بشكل أسرع. اليوم بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية هناك أيضا عنصر جدا مهم، ربط الجزر مدينة سلمان بعضها البعض بجسور، استكملنا 2 حقيقة واليوم نعمل على بناء 3 جسور. مشاريع مدن البحرين الجديدة تحظى باهتمام كبير من لدن القيادة، سواء على صعيد بناء وتشييد الوحدات أو الخدمات العامة والبنية التحتية. ومن هذا المنطلق تولي وزارة الإسكان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأولوية في خطتها لتنفيذ تلك المشاريع. تأتي هذه الزيارة التفقدية للإطلاع على المرافق التي تضمها مدينة سلمان والوقوف في الوقت ذاته على آخر المستجدات حول المشاريع الإسكانية المستقبلية التي ستضمها المدينة. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.